يون حصل خلد حيد ملكش ما يون حصل خلد حيد صلى على إمت المويا بارخ مرايا المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أهلنا أيها الآب القدوس أن نحيي ذكرى صفيك أبينا القديس مارون بالفرح والتسابيح، وهب لنا بشفاعته مغفرة الخطايا وفيض البركات والثبات في الإيمان القويم والسير في خطاه لنحيا أنقياء جميع أيام حياتنا، فنمجدك وابنك الوحيد وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. والمجد والإكرام إلى الآب الذي دعا أبانا مارون إلى السيرة النسكية، وإلى الإبن الذي كمله بالفضائل الإلهية، وإلى الروح القدس الذي أشركه في الحياة الأبدية. الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها المسيح إلهنا كريم، في عينيك تذكار قديسيك، امنحنا أن نعيد ذكرى أبينا مارون الذي اختار عيش الزهد وصفاء الروح، ونهتف قائلين: طوبى لك يا أبانا مارون، يا من وقع في نفسك كلام الإنجيل وقوع حبة القمح في الأرض الطيبة، فأنرت فقر المسيح على كنوز الدنيا. طوبى لك يا أبانا مارون، يا من جاهدت الجهاد الحسن على جبل قورش فتوافد إليك المؤمنون من كل الأنحاء، فكم شفيت بصلاتك مريضا وهديت ضالا ورددت خاطئا إلى البر والخلاص. طوبى لك يا أبانا مارون،
يا من سقط طلبة على شفاه المؤمنين ومثلا حيا لشعب يحمل اسمك ويعرف بك إلى منتهى الدهور. والآن نسألك أيها المسيح ورجاؤنا بشفاعته على عطر هذا البخور أن تهدينا بنور إنجيلك في مسالك الأزمنة العسيرة. ارفع شأن بيعتك، رد إليك البعيدين، واحفظ بصليبك القريبين. لا شيء من بيننا الانقسامات والحروب، وطد الأمن والسلام بين جميع الشعوب، وليجد الراحة الأبدية أمواتنا المؤمنون. فنشكرك ونمجدك مع العذراء مريم وأبينا مارون وجميع القديسين، ونحمد أباك المبارك وروحك القدوس برخمورش كهني الآن وكل أوان وإلى الأبد. محبتك الصلوات والعطور التي قدمناها لك في ذكرى أبينا مارون. هب لنا أن نسير سيرته أمامك، واقبل شفاعته للذين تكنوا باسم مارون، لكي يحملوا رسالتك في لبنان والمشرق وفي العالم كله. برخ مورش كهني، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. قادشاً
الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين. رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموتاوس تقرأ في صباح هذا اليوم الفارح وأمام هذه القرابين المقدسة. وبارك يا رئيس الكهنة. المجد لسيد بولس والرسل، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الجماعة وهذه الرعية وأبنائها وبناتها المؤمنين إلى الأبد. يا إخوتي، لقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وآناتي ومحبتي وثباتي واضطهاداتي وآلامي كالتي أصابتني في أنطاكيا وأيكونيا والإسترا، وأي اضطهادات احتملت، ومن جميعها نجاني الرب. فجميع الذين يريدون أن يحيوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، أما الناس الأشرار والمشعوذون فإنهم يتمادون في الشر مضللين الآخرين وهم أنفسهم مضللون. أما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفاً ممن تعلمته، وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تسيرك حكيماً في سبيل الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فالكتاب كله إنما الله ألهمه، وهو مفيد للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب في البر، ليكون رجل الله كاملاً معداً لكل عمل صالح. والتسبيح لله دائماً. وبارك يا رئيس الكهنة. هللويا.
الصديق كالنخل يزهر، ومثل أرز لبنان ينمي. مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضاً خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خاطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم حقا، والأمان لجميعكم. بالمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجلك نبيه الحي لنا. بالمسيح يسوع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، سيادة المطران حن علوان النائب البطريركي العام، صاحب الفخامة، أصحاب السيادة والسعادة والمعالي، بير جوزيف شارجي دافير الانونسياتور ابوستوليك اوليبان، القيادات العسكرية والمقامات الدين المدنية، إخوتي وأخواتي،
إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى مفردة، أما إذا ماتت فإنها تأتي بثمر كثير. نهج جديد أوجده، بل لنقل شرطاً أساسياً وضعه الرب يسوع لمن يريد أن يكون مثمراً في حياته. أكان إنساناً عادياً أم أباً أم أماً أم مسؤولاً في مجتمعه ووطنه؟ وما قيمة الإنسان إن كانت حياته عقيمة؟ وما نفع الإنسان الذي يأتي ويروح ولا يعطي ثمراً أو لا يترك أثراً له سوى ذكر سيء من الأنانية والتسلط والمكابرة على الله والعباد؟ جاء مارون في القرن الرابع واختار أن يعيش بحسب هذا النهج الجديد وتحت هذا الشرط. اختار أن يموت موتاً حقيقياً عن شهوات هذا العالم. عاش في العراء موتاً عن ترف القصور، وعاش الزهد والنسك موتاً عن الأنانية وشهوة التملك، ومات عن حطام الدنيا ليربح ملكوت السماء. صلى حتى يدرك إرادة الله في حياته، وصمت حتى يتكلم يسوع من خلاله كلام حق، وكانت أفعاله كلها أفعال عدل. فأثمرت حياته أعداداً كبيرة من الناس الصالحين والمؤمنين بالله الواحد، وتحول الجبل حيث تنسك إلى فردوس أرضي يلتقي فيه الإنسان الله ويعيش إنسانيته وكرامته بالكامل، ويسكن فيه الذئب مع الخروف، ويرعى العجل والشبل معا، ويلعب الرضيع على وكر الأفعى، ويضع يده في مكمن الثعبان، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تملأ المياه البحر، كما قال آشعيا النبي. يا فخامة الرئيس، ويا دولة رئيس المجلس النيابي، ويا دولة رئيس مجلس الوزراء، لأجلكم نصلي في صباح هذا العيد، ولأجل باقي المسؤولين في الوطن، حتى يكون ذكركم بعد العمر المديد طيباً وحياتكم مثمرة. إخوتي وأخواتي، في عظة قداس الأول في كاتدرائية مارجرجس وسط بيروت، كمطران على أبرشية بيروت المارونية، توجهت بكلام إلى السياسيين والمسؤولين في وطني بما معناه. أيها المسؤولون السياسيون والمدنيون في بلادي، إننا أتمناكم على أرواحنا وأحلامنا ومستقبلنا. تذكروا أن السلطة خدمة. لكم أقول إننا نريد أن نحيا حياة إنسانية كريمة، وإننا تعبنا من المماحكات العقيمة ومن الاتهامات المبتذلة. مللنا القلق على مستقبل أولادنا والكذب والرياء. نريد منكم مبادرات تبث الأمل، وخطابات تجمع، وأفعالا تبني. نريدكم قادة مسؤولين. واليوم أود أن أكمل كلامي فأقول: ألا يحرك ضمائركم نحيب الأم على ولدها الذي انتحر أمام ناظريها
لعجزه عن تأمين الأساسي لعائلته. أوليست هذه الميتة القاسية كافية حتى تخرج الفاسد من بينكم وتحاسبوه وتسترد منه ما نهبه، لأنه ملك للشعب؟ ألا يستحق عشرات الألوف من اللبنانيين الذين وثقوا بكم وانتخبوكم في أيار 2018 أن تصلحوا الخلل في الأداء السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، وأن تعملوا ليل نهار مع الثوار الحقيقيين أصحاب الإرادة الطيبة على إيجاد ما يؤمن لكل مواطن عيشة كريمة؟ وإلا فالاستقالة أشرف. أوليس وقوف الآلاف من شبابنا أمام أبواب السفارات في مسعى منهم إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت حافزاً كافياً لتتوقفوا يا رؤساء الأحزاب والنواب والوزراء عن تقاذف التهم والمسؤوليات وعن محاولات تحقيق مكاسب هشة سياسية وغيرها، والشروع في التعاون معاً بجدية وبنظافة كف من أجل إنقاذ وطننا من الانهيار الاقتصادي والخراب الاجتماعي؟ فماذا تنتظرون؟ إخوتي وأخواتي، لما يسعى يوماً القديس مارون إلى بناء مملكة له على هذه الأرض أو إلى تنصيب نفسه زعيماً على حفنة من البشر، وإنما شاء أن يعيش حيث هو في قلب الله، ناسكاً مصلياً ومتجرداً، فصار أكثر من زعيم لجماعة كبيرة، أضحى شفيعاً لكنيسة تحمل اسمه وتتكل على صلاته أمام الرب في أيام الشدة والاضطهاد والضيق. أيها الإخوة والأخوات، ليس زعيماً وطنياً ولا مسؤولاً صالحاً من يشجع في خطابه على التعصب والتفرقة، وليس زعيماً من يحسب الوطن ملكية له ولأولاده من بعده ويحتكر السلطة ويستبد ويظلم من وثق به. الزعيم الأصيل هو الذي يختار أن يثبت في أرضه في زمن الضيق مع أهله حتى الاستشهاد، ويعمل لأجل شعبه حتى نسيان الذات، ويتنكر لمشاريعه ولمصالحه السياسية والشخصية حتى نكران الذات. الزعيم الحقيقي يقول الحق دوماً من دون مواربة وبلا خوف ولا يساوم عليه. إنه يعمل الخير المواطن، كل مواطن، ومن دون تردد. الزعيم الوطني هو الذي يقاوم التوطين والتجنيس من أجل الحفاظ على وجه لبنان الرسالة وعلى حق كل لاجئ ونازح بالعودة إلى أهله وبلده. الزعيم الصالح هو الذي يختار الرحيل أو التخلي عن الزعامة كل يوم مرات ومرات على أن يخذل شعبه أو أن يسيء إليه ولو مرة واحدة. يا فخامة الرئيس، في خطاب القسم تكلمتم على ضرورة الإصلاح الاقتصادي وعلى خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية، وأكدتم أن الدولة من دون مجتمع مدني
لا يمكن بناؤها، وإننا اليوم لا نزال نؤمن، نحن الذين تشرد لنا أحباء وسقط لنا شهداء وجرحى ولنا مفقودون وأسرى، أن كل هذا الألم لن يذهب سدى، ولا نزال نرجو، نحن الذين نعاني الخوف من الفقر والضيق المعيشي والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم، لا زلنا نرجو أن تستيقظ الضمائر وأن يقوم القضاء بدوره في المحاسبة بحرية وشفافية. نحن اللبنانيين لا نزال نصدق يا فخامة الرئيس ويا دولة رئيس مجلس النواب ويا دولة رئيس مجلس الوزراء أنكم مع من انتخبناهم مسؤولين علينا لن تخذلونا، وإلا الويل لنا جميعا. أنهي عظتي بكلمات قيلت منذ زمن: ما حدا بيقدر يحبس المي، والناس مثل المي إلا ما تلاقي منفذ تنفجر منه. خوفي أن ينفجر الشعب كله فيختار أن يرحل عن شوارعه وبيوته التي عاش فيها المذلة والقهر والتعاسة، ساعياً خلف أوطان جديدة فيزول لبنان. نطلب بشفاعة القديس مارون أن يلهمكم الرب ما يجب أن تقوموا به وتكون لكم الإرادة لتفعلوه. آمين. نؤمن بإله واحد، نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على كراس الموت، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة. إيت الوط ملبحي طلوه والوط طلوه لمحاق تليوت، وينو بصوت طيبوت وخيعوا للبيت وسقوت بهاية لوت Oh.
الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف ومار مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة. اذكر وطننا لبنان وحكامه والمسؤولين فيه. اذكر هذه الرعية وأبنائها وبناتها وهذه الأبرشية، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي الأحبار الأجلاء. ويا إخوتي كهنة المسيح، ويا أخي خادم الروح القدس. سلام
أمامك يا أبنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين. برخمورش كهني، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن، خلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا. برخمورش كهني فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: شودي لمعبد حي من ساب اللحم بدا وقادي شوطو وبالغ قادش وقصو يا بالتلميدا وكادو مار ساب خول من كل خول هو يكون وحلف ساقيه ما تقصي وما تيهي حوصو يضحو بي والحي دلعو لم علمين. آمين. خانوا على
القصود امزغوا من حمر ومن مايو بالخوا قادش ويا بلت الميدا وكادوا مار سابشتاو من كل دهتو دحلف يكون وحلف ساقيه متشد ومتيه حصو يضحو بي والحي دل علم علمي وبهذا أوصاهم وحدهم قائلاً كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيء. نذكر ظهرك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا أشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الأب الضابط الكل ارحمنا وفحنا نمحي لوحاطوه عبديك مليوك دم قبلنا طيب وطوخ مودنا نلوح حلف خلهين ومتول خلهين إياك نسمع إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان على بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاكي ومار بولس مطياننا
واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضايعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم ستراً وملجأً لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومارمرون والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، اعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنهم ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. فرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. Oh, no.
شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافلا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبلا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخولا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا أنفسنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس برخ مرش كهن الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبح الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله. واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أب واحد القدوس، ابن واحد القدوس، روح واحد القدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. Thank you.
يشعيا النبي يوم الروح قدما بالروح قدما بل قد كانت ضمن له أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا سمحت بعد بركة النهاية أنه نكون كلنا بأماكننا طيب سنة لفخيمة الرئيس مع صاحب السيادة
وممثل غبطة أبينا البطريرك والمطران بولس مطر الانتقال أولاً هن إلى صالون الكنيسة، ومن ثم ننتقل جميعاً إلى تهاني العيد. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها لتخجلنا بخطايانا، بلى ضدنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس برخمور ريش كهن الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. عيد مبارك على الجميع. ولك سيد. بدرا تجلى